بسم الله الرحمن الرحيم. بالنسبة حق استعدادات نادي صليبيخات، عارفين الظرف اللي حصل لنادينا، عندنا في عمل استاد في ملعب نادي صليبيخات، ونشكر إدارة رئيس وأعضاء مجلس إدارة نادي النصر لوجودنا في نادي النصر نتمرن يوميا. استعدادات تقريبا متواجدين يومي، لكن في خلل بسيط بسبب تأجيل جدول مباريات الدوري اللي حصل. طبعا كل فترة يكون موجود في ملل اللاعب، خاصة إذا كان يتمرن ما في مباريات، لذلك مجبورين إحنا كجهاز إداري وجهاز فني أيضا أن نبحث عن مباريات لتغيير جو التمارين اليومية للاعبين. بس هذا السلب الوحيد، ولا الحمد لله متواجدين يوميا. إن شاء الله نكون في أفضل حالة بكون فريق متصدر، فريق يبحث عن الصعود إلى دوري الممتاز، فريق رئيس وعظام الإدارة يكافئ الفريق في كل مباراة يفوز فيها. هذا طبعا كلها دوافع إيجابية للفريق أنه يوصل بإذن الله للدوري الممتاز. كابتن، هل هيكون في مكافآت مضاعفة في الفترة المقبلة بعد عودة الدوري؟ طبعا أتوقع في كل الأندية كذي، بس نادينا الحمد لله احنا أعطينا مكافآت على تقريبا فوزين طافوا، وموعدينهم إن شاء الله في أفضل أو مضاعفة بإذن الله في المباريات القادمة. كابتن، المحترفين عنصر فعال جدا في الفريق هذا الموسم. نعم، المحترفين في كل الأندية عنصر فعال. احنا الحمد لله عندنا 5 محترفين، 3 من الساحل العاج، وواحد من فرنسا، وواحد من البرازيل، وطبعا مهمين جدا جدا في الفريق. كابتن، ثقة كبيرة كانت في المدرب ناصر العمران، ودي كانت مغامرة بعض الشيء، مدرب كويتي شاب. نعم، احنا من بداية دوري التصنيف حصل عندنا تغييرات للمدير الفني للفريق الأول، كذا مدرب مر على الفريق من بداية دوري التصنيف لبداية دوري الدرجة الأولى. طبعا الكابتن ناصر العمران أعطى دافع نفسي أكثر من الفني للاعبين، بدأ أن يدرس كل لاعب وطريقته وإمكانياته. دائما أنا أقول المدرب الوطني يقرأ أفكار اللاعب أكثر من المدرب الأجنبي، وخاصة في الوقت اللي إحنا فيه في الكويت بسبب وقوف طبعا الكرة قبل فترة، الحظر، فاللاعب المدرب الوطني يكون أقرب لللاعب من المدرب الأجنبي.